ضيفة حلقتنا النهاردة نموذج مشرف، استطاعت بالإرادة القوية أن تكتب قصة نجاح للمرأة المصرية. هي السيدة نادية بدير، وكيل وزارة بمصلحة الضرائب العامة سابقا. أنا نادية أحمد علي بدير، وكيل وزارة بالضرائب العامة سابقا، حاليا على المعاش. لكن بالبداية أنا خريجة جامعة اسكندرية، الأسرة كلها كانت عايشة في اسكندرية، ليا من الإخوات 5 صبيان وواحدة بنت. اتخرجت من كلية التجارة جامعة اسكندرية قسم محاسبة. الحقيقة أول ما اتخرجت جيت القاهرة، نجحت في التقديم لمصلحة الضرائب، كانت طالبة موظفين وقدمت فيها، وكان بيدونا كورس تدريبي، كنا أكبر مجموعة اتعينت في مصلحة الضرائب في السنة التخرجي، عملوا لنا كورس تدريبي وخدوا بس اللي حاصلين على تقدير جيد وما فوقه. اتعينت في اسكندرية في مأمورية من مأموريات اسكندرية، وأنا عايشة وأسرتي هناك. فضلت بقى في المأموريات الضريبية في القاهرة من أول مساعد مأمور، كنا الأول بنشتغل مساعد مأمور، وبعدين مأمور، وبعدين مراجع، وبعدين مدير عام تحصيل، وبعدين بعد كده خدت وكيل وزارة. لكن الحقيقة في الأثناء دي كان جوزي اشتغل في اليابان، أول ما اتجوزت سافرت معاه اليابان، كان مدير مكتب من مكاتب الطيران، شركات الطيران في اليابان. أما بالنسبة لي أنا الحقيقة أول بقى ما خدت مدير عام بدأت أفكر من الحاجات اللي تعلمتها في اليابان، إن لازم الواحد يبقى عنده خطة قصيرة المدى وخطة طويلة المدى. فقلت طيب، أنا كنت طول عمري نشيطة وعندي أنشطة كتير والشغل كان شغلني جدا واخد كل وقتي، لكن قلت بعد ما هطلع على المعاش، لما قربت أطلع على المعاش السنة الأخيرة، قلت أرتب الأمور المستقبل. فرحت قدمت السي في بتاعي في كل الجهات، الجامعات، بعض الجهات، الجامعات الأهلية وكذا جمعية أهلية دخلت فيها واشتركت فيها. كمان قدمت في المجالس القومية المتخصصة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي، بعض المجالس المتخصصة، قدمت السي في. ووضعي الوظيفي الحقيقة ساعدني جدا، لأن كوكيل وزارة دخلوني الأول كعضو، بيعزموني في المؤتمرات والندوات، ودي عملت لي يعني مجال اجتماعي واسع، تعرفت بالناس كتير قوي وفادتني جدا جدا، لأن حاجات كنت اكتسبتها من اليابان لقيت مداخل لي أقدر أستفيد من الخبرة اللي أنا خدتها. أهلاً، ازيك يا أستاذ سعد؟ إيه أخبارك؟ عاش من شافك، كل سنة وأنت طيب، نشوفك من السنة للسنة. نورنا، أهلاً وسهلاً. في الحياة تحديات كثيرة ومتعددة، تحديات واجهتها السيدة نادية بدير في سبيل تحقيق طموحها وإثبات وجودها. كل سنة وأنت طيب. الحمد لله تمام. ما شفتكش من السنة اللي فاتت. الحقيقة أنا سعيدة جدا إنك تيجي عشان نبدأ السنة الجديدة بذكرياتنا في المنطقة، الذكريات الحلوة اللي أنا قضيتها معاك الحقيقة، لأن المنطقة دي لما رحت فيها كان زي ما انت عارف كانت سمعتي ان انا شديده وكانوا الناس كلهم خايفين مني. بالعكس والله، بالعكس والله. وبعدين الحقيقه لقيتكم كلكم لطاف جدا، وانا كنت جيت المنطقه كانت في شهر نوفمبر، كان عيد الحب المصري لو تفتكر، فقلت لكم احنا بكره هنحتفل بعيد الحب، بقوا الولاد يبصوا لي مستغربين ايه اللي جايه تعمل لنا عيد الحب في الحكومه دي. فقلت لهم عشان انا سياستي في الاداره الحب، فاكر؟ وكانت البدايه قلت لهم انا هبدا الاداره بيكم، انتوا هنا اصحاب المكان وانا اللي ضيف عليكم، وحابه ان احنا نبدا بمحبه بينا ويبقى بابي مفتوح وتقولوا لي كل الخلفيات عشان انا مش هنجح غير بيكم، فاكر؟ انا فاكر كويس جدا يا استاذه ناديه. انا عن نفسي كده يعني بالعمر الوظيفي كله احسن 4 سنين عشتهم في حياتي الوظيفيه، 4 سنين اللي مع كنت مع تحت قياده حضرتك في الشغل. انت كنت القائد بترتب لينا الحاجات، انت كنت القدوه بتاعنا اللي بتعمله احنا وراكي حقيقي. يعني الفضل يرجع لحضرتك طبعا، في احنا كنا بنساعدك، لكن انت مين اللي كان العقل المفكر واللي بيعمل كل حاجه؟ حضرتك طبعا، واحنا كنا بننفذ. الحقيقه كان دايما
التقليد عندنا ان كل شهر المفتشين بيقدموا تقرير، كل واحد بيقدم تقرير عن المأمورية بتاعته شامل لكل الانجازات اللي في المأمورية علشان ابقى انا متعايشة مع المأموريات بتاعتنا. قلت لكم بقى كلكم انا قريت التقرير، لكن احب ابدا باحسن تقرير، عايزه اقول الاول في المجموعه. فكلكم انتظرتوا مين الاول، فقلت لهم الاستاذ سعد. التقرير بتاعه كان شامل وكامل وخلاني حسيت ان انا عرفت كل حاجه عن المأمورية دي. فمن فضلك يا استاذ سعد وقف وكلنا نسقف لك. ففاكر انك وقفت وكلهم سقفوا لك وكده، وخلصنا الاجتماع وقلت كل اللي انا عايزاه. وبعد ما خلصنا الاجتماع وطلعته لقيت دوشه بره، فقلت للسكرتيره ايه الحكايه في بره ايه؟ فطلعت لقيت كل المفتشين بيتخانقوا معاك على انهم ياخدوا التقرير ويشوفوا التقرير بتاعك. ازاي عجبني للدرجه دي؟ فالحقيقه كانت بدايه طيبه جدا، لان كلهم بقوا يتسابقوا ان هم يعملوا تقرير زي التقرير بتاع الاستاذ سعد. السنه دي فيها ميزه حلوه قوي، 100% عمل كويس جدا، 100% عمل كويس جدا، يعني 100% عمل، 100% ترفيه. الحقيقه كنت حريصه جدا على الالفه والتواصل الاجتماعي والاسري، وعشان كده كنت بحبهم جدا كلهم كاولادي، والاستاذ سعد والاستاذ سباعي ما انساش، وامال السكرتيره، والاستاذ جباس اللي كان في وحده خدمه المولين، كان دكتوراه في القانون فكان بيسهل على المولين جدا. كلهم كانوا بيشتغلوا بحب وكلهم كانوا بيبقوا سعداء في الخدمه. صحيح كنت بعذبهم شويه، حتى لما طورت المبنى كان اول مره رئيس المصلحه يقول لي المقاولين بيشتكوا منك. فقلت له بيشتكوا لسبب، لان هو العادي في الحكومه ان يشتغل لغايه الساعه 3 وخلاص. كنت بدي له تصريح يشتغل لغايه الساعه 10 ممكن، بس يخلصي الشغل الانجاز بسرعه. كل حاجه كانت تتعمل عندنا في منطقه سابع بسرعه. لو لنا شغل في الامانه نروح واخد كل المفتشين بتوعي يقولوا منطقه سابع في المبنى كل الشغل النهارده بتاع سابع. فكان كل شغلنا بيخلص اوام، لان كنت بتابع كل حاجه، والبركه فيكم طبعا. على الرغم من وصولها لسن المعاش، ما زالت تتمتع بعلاقات ود ومحبة مع زملاء العمل، وتجتمع بهم دائما لاستعادة الذكريات الطيبة. احنا دايما بنحب نتجمع كل فترة انا واصحابي، والحقيقة كان في اكتر جايين، بعضهم اعتذر وبعضهم اتأخر. انتوا جيتوا قبلهم لانهم ساكنين بعيد والترافيك بيأخر كل الناس، لكن اللي قدروا يجوا لغايه دلوقتي هي ناديه العربي والاستاذ سعد وبناتي الجميله نيفين عن ولادي، لانه برضو كل واحد فيهم في شغله، لكن بييجوا عشان يقابلوا اصحابي ونبقى الفه كده وكل واحد يعرف اخبار التاني. فانا بقى هبدا اقدم، اتفضلوا يا جماعه، لان انا النهارده بالذات قمت بدري شويه عشان اعمل لهم تورته الاناناس اللي هم بيحبوها ابسايد داون، انا مشهوره بيها ان بالكريم كراميل، وبعدين الاناناس بيتحط عليه وبتتقلب، فبتبقى تورته زي ما انتم شايفينها كده. ارجو انها تعجبكم وتطلع حلوه بقى المره دي. كل مره يعني كل مره بتطلع حلوه على وشهم، وحقيقه بتبقى خفيفه جدا، يعني بتاخدش مني وقت، مع ان ساعات كده بتكلكع السكر، لكن المره دي ما يبقوا شلة جايين، بتبقى القعده جميله جدا بمحبه. الحقيقه انا سعيده ان المره دي ان نيفين معانا من بدري، لان عاده بتبقى ساعات كتير كانت مسافره لان هي مرشده، لكن الظروف البلد في الفترة اللي فاتت كانت بتخلي المرشدين فاضيين أكتر، وبعد ظروف البلد ما بتتحسن، وإن شاء الله يجي لنا رئيس كويس ومجلس وزراء كويس، فإن شاء الله السياحة تبقى كويس. لكن حقيقة أنا سعيدة جدا إن هي معانا النهاردة من البداية، وساعدتني بقى في عمل كل الحاجات دي. أحب أعرفكم بأختي وحبيبتي نادية العرب. نادية حقيقة يعني هي تحكي لكم أول معرفة لنا ببعض، تقول لكم إزاي، لأن هي كانت مفارقة غريبة جدا، إن إحنا كنا بادئين المعرفة بندية، كنا من ناديين مختلفين وفي بطولة جمهورية ووقفنا على الترابيزة مع بعض، وهي تكمل بقى. أيوه وقفنا مع بعض نلعب، ولا أنا عارفة لعبها ولا هي عارفة نادي، وما نعرفش لعب بعض وما نعرفش مين أقوى. ودخلت انا بشده بقى عايزه اوري ان انا بعرف العب، وناديه لقيتني اخدت اول كورتين ثلاثه قالت لا
ده احنا ما كانش في عندي ناس بيجي كده. ابتدت هي تشد وطبعا كسبتني في الماتش، ضيعتني خالص. الحقيقه بتلعب حلو قوي، لان انا اتعودت مع كل اللي بلعب معاهم عشان انا كنت في اليابان، فاللعبه الاساسيه في اليابان كانت تنس الطاوله، فتعودت ان كل اللي بيلعبوا معايا ضعفه، فببدا دايما اللعب بالراحه على اساس ان انا ما بينهمش انهم ضعفه بالنسبه لي. فبدات معاها بالسياسه بتاعتي، لقيتها لا دي بتشد وحتى تغلبني بقى، غلبت يعني، فرحت ضربه معاها بقى. ايوه وكانت وكانت المعرفه بقى. وبعدين اتصاحبنا وقلت لها لا، واحده بواحده بقى، انت بتلعبي بينج احسن مني، تعالي بقى عندي في السباحه، انا بلعب بطولات سباحه، تعالي اشتركي معايا. الحقيقه شجعتني جدا، لان انا اصلا من اسكندريه وبحب قوي قوي العوم، بس كنت كسلت عنه شويه لان ظروف الشغل ما كانتش بتتاحلي فرصه. فلقيتها بتتكلم على السباحه بطريقه مغريه جدا، تقولي انا بطلع بطولات دوليه، قلت انا بطلع دولي بينج، قالت لا انا بطلع سباحه، تعالي شوفي السباحه دي جميله ومش عارفه. فرحت شجعتها مره، كانت بطوله دوليه في اسكندريه، فرحت شجعتها وقعدت اصور وبقيت مبهوره بيهم، لان منظمه جدا البطولات السباحه الحقيقه. واحنا حتى بنعوم وهي في الحاره اللي جنبي، لولا تشجيعها انا شفت الاعلام ومش قادره بقى، عايزه انسحب. لقيتها هي اللي شجعتني وهي تكمل بقى. لمست قبلها كسبتها طبعا بقى، ده جبتها عندي في لعبتي، وابتديت اشجعها، يلا كملي كملي، اوعي تقفي اوعي تقفي. ومن يوميها واحنا طبعا اعز الاصدقاء. الحمد لله. انطلقت في دروب الحياه وجعلت من الرياضة وسيلة تقدم من خلالها شهادة اعتماد، من حقي أن أعيش وأبدع مهما تقدم العمر. المكان ده صالة تنس الطاولة في النادي بتاعنا، الحقيقة المكان اللي بحبه جدا، لأنه من أول ما رجعت من اليابان كنت مع جوزي مرافقة الزوج في أجازة، وما رجعت من اليابان كنت حاسة إن الكبار هنا ملهمش نصيب في الرياضة، فبدأت الفكرة عندي تتشكل إن أنا لابد إن أنا أعمل وعي لكل السيدات والرجال من جميع الأعمار إنهم يلعبوا تنس الطاولة، لأنها لعبة رياضية لذيذة وفي نفس الوقت خفيفة يقدر الكبار يلعبوها. الحقيقة كنت أول سيدة اشتركت في 2004 في البطولة الدولية بشرم الشيخ، وكان أول مكان طبعا كل الناس أعجبوا بيه، وتكررت البطولات بقى بعد كده، بقت بانتظام يعملوا البطولات في شرم الشيخ ويعملوها في الأقصر وأسوان وتتعمل في الغردقة، الأماكن السياحية بتاعتنا الجميلة. أحب أقدم لكم كابتن فيفي الغزالي، أكبر لعيبة تنس طاولة على مستوى الجمهورية كل الأندية. الحقيقة هي رياضية طول عمرها، وأنا من أول ما بدأت اللعبة في النادي حبيت إن هي تبقى معانا، لأن هي طول عمرها رياضية، وكانت من زمان قوي كانت معروفة في مصر الجديدة إنها بتركب بسكليتات وبتعوم وبتشترك في مسابقات المشي، ولها دور كبير جدا جدا، لان احنا عملناها كابتن الفريق في المحافظه على الفريق في النادي. من 50 سنه وانا بلعب، هي العيله كلها رياضيه، وانا طلعت تنس طاوله وبعوم سباحه والبركه في الكابتن ناديه، هي اللي مدياني الفرصه ان انا اوصل لكده. والحقيقه ان النهارده هي ما قدرتش تلعب، رغم انها بتلعب في الايفنت اللي اقل منها على الاقل ب 15 سنه، ودايما بتكسب وبتدخل في المربع الذهبي، والنهارده بس عشان هي اتصابت اخر مره وهي بتتمرن فما قدرتش تنزل في البطوله. اقدم بنتي مدام ديا، بتلعب في سن ال 50، بطله من الابطال. الحقيقه هي كانت في فرقه النادي من زمان، وبعد ما اتجوزت بطلت شويه ورجعت لنا بطله على طول في الرواد، وبتحقق نتائج وفي المربع الذهبي، وبنسافر مع بعض بقى البطولات الدوليه. الحقيقه ملت الفراغ عندي قوي، كنت بسافر زمان لوحدي في البطولات الدوليه، من اول ما دخلت الفرقه بقت بتسافر معايا وبتحقق بطولات واتعرفت على المستوى. كانت حركه جميله جدا ان انا اتقابلت بمدام ناديه، فشجعتني على الاستمرار في اللعب معانا في الفريق، يعني ان انا العب معاهم في قلب الفريق،
فعملنا انا وهي يعني دويتو جامد جدا، بقينا نسافر مع بعض ونلعب مع بعض ونروح مع بعض، فكانت دي اجمل حاجه روح الفريق اللي ما بيننا. والحمد لله بقينا نحقق مع بعض على طول يعني بطولات، سواء بطولات دوليه او بطولات جمهوريه، وحققنا مراكز جامده جدا، وده شيء جميل ان احنا رائدات وبنحقق مراكز، سواء مراكز دوليه او مراكز محليه. عشان نعين كابتن يدربنا كانت مشكله شويه، على اساس ان الرائدات باللعب بتاعهم ممارسه وليست منافسه، لكن لما كل الانديه عملت وبقينا منافسين فالنادي وافق على تعيين مدرب لنا، وتعدد علينا كذا مدرب لغايه لما كابتن وليد جه. بالنسبه لفريق الرائدات، انا ساعه ما مسكت بصراحه كنت متخوف جدا ان انا هقابل ناس اكبر مني سنا، وان انا ازاي اتعامل معاهم. وطبعا عانيت في الاول على حته التعامل بالنسبه لهم، كان بالنسبه لي في احراج كتعاملات، واحراج كان انا ادي اوامر لشخص اكبر مني وازاي استجيب للمعلومه. يعني بصراحه في الاول خالص يعني ساعدتني في القصه دي مدام ناديه. مدام ناديه من الشخصيات المتفاهمه جدا جدا جدا، والشخصيات الصبوره، واحنا اصلا اللعبه بتاعتنا دي كلعبه تنس طاوله من الالعاب اللي لازم يكون البطل فيها ذو شخصيه مش عاديه. ازاي يثبت نفسه، ازاي يعلى في المستوى، ازاي يثابر على الفوز، دي قصه مش سهله، ومش مش سهل توجد في الانسان بسهوله. هي كان كل سنة فيها أربع بطولات كنت حريصة على إن أنا أحضرها، وكنت تقريبا أول سيدة شاركت في البطولات الدولية من 2004، وكنت سعيدة جدا بقى إن تاني مرة حققت مراكز، وبدأت اسم مصر في البطولات تنس الطاولة للسيدات يظهر في المجلات الدولية اللي كانت بتكتب على المسابقات الدولية. أحب أفرجكم بعض الكاسات اللي أنا حصلت عليها، سواء كانت في البطولات المحلية او البطولات الدوليه من 2004. الحمد لله من 2004 الدولي كنت بحصل على تاني او تالت. الحقيقه مره واحده اللي خدت الاول كانت بطوله في الاقصر، خدت كاس الاول في بطوله الاقصر الدوليه. بعد كده كنت الحقيقه عشان مش متفرغه قوي للتمرين دايما كنت باخد التاني او التالت في الدولي، اما المحلي فمعظم الوقت كنت باخد الاول. ودي بعض الكاسات اللي أنا حصلت عليها في البطولات المحلية والدولية. أما هذا الكاس بقى لازم أحكي حكايته، لأن الكاس ده كان فيه بطولة، كان فيه مؤتمر للمرأة المصرية، أول مؤتمر للمرأة المصرية تم عمله لمؤتمر عالمي، وعزموا كل السيدات في العالم للاحتفال بيوم المرأة المصرية. فكان في ذات الوقت وذات التوقيت كان في بطوله في اسكندريه لتنس الطاوله، فاعتذرت وما قدرتش ان انا اروح فيها، وكان الرابطه بعتاني برضو اسكندريه امثل الرابطه في هذه الاحتفالات. كان هذا الكاس تكريم ليا في البطوله الشرفيه اللي اتعملت على شرف البطوله. فحتى البطوله اللي انا ما شاركتش فيها رسمي كعضوه في المجموعه او في الفرقه، الحمد لله ان انا اشتركت فيها كضيف شرف وحققت نتائج، وكان هذا الكاس اكبر كاس، هو كاس التكريم في يوم عيد المراه المصريه. السيده ناديه بدير بحثت بداخلها عن اشياء تسعدها وتسعد من حولها، فحرصت على المشاركة الإيجابية من خلال الخدمة العامة والاشتراك في الجمعيات الأهلية الهادفة. في الفترة بقى الأخيرة أنا كنت الحمد لله ترشحت، إن أنا كنت واحدة من أول 25 سيدة تم تأهيلي سياسياً بعد وأثناء خدمتي وأنا في الشغل، فدي برضو أضافتني الاهتمام الزايد بالنواحي السياسية في المجتمع. وحتى لما جت الثورة
بقيت أشجع ولادي وأحفادي ونزلنا كلنا بالأعلام وبقينا ندعي لمصر، لأن حقيقي بلدنا مرت بظروف صعبة جدا جدا وبندعي لها كلنا إن إحنا أهم حاجة أهم حاجة من كبير لصغير إن إحنا نشتغل، لأن الحقيقة بلدنا من أجمل بلاد العالم من مناظرها من مواقعها من وجودها في وسط كل البلاد عاملة توازن، فمحدش هيقومها غير إحنا. تعرفت على مدام نادية من فترة طويلة جدا أكثر من 10 سنين تقريبا، ومن خلال برنامج انتخابي كانت عدته عندما تقدمت للترشيح لعضوية مجلس إدارة إحدى منظمات المجتمع المدني، وكنت عضو في هذه الجمعية وهي خاصة بالمرأة بتهتم بمشاكل المرأة والمشروعات التنموية وكل ما يخص هذه الأمور. الشخصية ديت وجدتها جديرة إن أنا أسجلها ضمن شخصيات السلسلة الموسوعية اللي بكتبها عن الشخصيات النسائية البارزة في مصر، كان إصدار بعنوان 800 شخصية نسائية. ده كان بيضم الأستاذة نادية بدير مع مجموعة من ألمع شخصيات نساء مصر. هناك تحديات مجهولة تفاجئنا بها الأقدار، فكانت السيدة نادية بدير ممن يجيدون التعامل مع التحديات، ولم تتعثر ولم تفقد بوصلة التركيز والإرادة، واستطاعت أن تصل بأبنائها إلى بر الأمان. أحب أعرفكم بأسرتي الصغيرة اللي قدروا يحضروا دلوقتي. نيفين بنتي الصغيرة وهي مرشدة، حبيبة حفيدتي من ابني هشام، وحسين حفيدي من ابني هشام. دول الحقيقة اللي أتاحت لهم ظروفهم إن هم يكونوا معانا النهاردة. لكن ولادي التانيين أنا عندي 3، الكبيرة جيهان دكتورة أسنان وجوزها برضو دكتور أسنان، وهشام كمبيوتر في شركة انترناشنال ومراته برضو خريجة تجارة، واتفرغت اليومين دول للولاد لأن تمارينهم ومذاكرتهم. والصغيرة بقى نيفين اللي هي المرشدة اللي مشرفاني اليومين دول بعد ما ضربت السياح. دول الأسرة الصغيرة. وطبعا مش عايزة اقول جوزي المرحوم جمال الدين الدسوقي، ده كان بيشتغل مدير اقليم الشرق الاقصى كله لشركة طيران من الشركات الطيران اللي موجودة في مصر. والحقيقة هو توفى في شهر اكتوبر سنة 88 وكان عندي 32 سنة، والحمد لله ربنا كرمني ان انا قدرت ان انا اربي ولادي واتعايش معهم في سنهم، لان انا كنت صغيرة برضو، وكل سنوات دراستهم وحياتهم كنت العربية شرايط الأغاني بتاعتهم، وده اللي نفعني إن أنا أفضل محتفظة بشكلي وسني وتفكيري اللي لحد ما إنه يتناسب معهم. الحقيقة بعد وفاة جوزي أنا جالي انهيار عصبي كان فظيع، لأنها كانت صدمة كبيرة جدا عليا، وكل الناس كانوا بيحاولوا يقربوا مني ويقولوا لي نصايح. لكن الحقيقة الحاجة اللي أحب أذكرها جدا في المواقف الصعبة إن واحد إنجليزي قابلني وقال لي حكمة أقدر أقول عليها حكمة، ومن يومها أنا بروستها وحطيتها قدام عيني وعشت بيها. اسمحوا لي أخلي نيفين تقراها وحترجم معايا. How to be happy. Keep your heart free from hate. خلي قلبك فاضي من الكره، يعني ما تكرهش حد. Your mind from worry. خلي عقلك ما يقلقش، ما تعيش في قلق. Live simply. عيش ببساطة. Expect little. توقع قليل من الغير. Give much. ادي كتير. Sing often. غني طول ما انت ماشي كده، غني اسعد نفسك، حاول تعيش في غنوة. Pray always. صلي دايما وادعي ربنا وافتكره دايما. Fill your life with love. املى حياتك بحب، ايا كان هذا الحب، حب الولاد، حب البيت، حب الاكل، حب اي حاجه تحبها، عيش في حاله حب.
سكاتر سانشاين، انشر السانشاين ضوء الشمس، انشر البهجة على اللي حواليك هتبهج معاهم. Forget self، انسى نفسك. Think of other، فكر في الآخرين. Do as you would be done by، اعمل للغير كما تحب ان الغير يعمل لك. الحقيقة دي كنت كل يوم اقراها واقول طيب why not ان انا اغني، بقيت امشي اغني. why not ان انا دايما بصلي ودعي، لقيت الحاجات دي كل ما حد يكلمني ابتسم، لقيت ان الابتسامة بقت جزء من شخصيتي، بحيث لما اكشر كل الناس تقول لي انت مكشرة لي. والحقيقة دي ساعدتني جدا جدا وخلتني مقبلة على الحياة، ونقلت ده لولادي من هم صغيرين. احب بقى اعرفكم بالناس الرياضيين اللي عندنا. حسين ابن هشام، وهو رياضي برضو وبيلعب، بقى هو اللي يتكلم عن نفسه. قول لنا يا حسين بقى. انا بدي علمتني ان انا ان شاء الله اوصل للجول بتاعي اسرع، وعلمتني كتير في الرياضه. مثلا ساعات بروح العب معاها بينج بونج، وجت معايا وانا مش عمري هنسى اليوم ده لما جت معايا اول بطوله لعبتها مع السكواش، وجت صورتني والحمد لله لعبت كويس. وان شاء الله كان وشي عليك حلو. نعرفكم برضو بحبيبه حفيدتي الجميله. انا نانا كانت دايما بتشجعني على اللي انا كنت بحب اعمله. مثلا في شم النسيم واحنا صغيرين كنت دايما باجي هنا الون البيض مع نانا، وكانت دايما كنا دايما بنجيب الكتب ونقعد نقرا مع بعض، عشان ده اللي شجعني على القرايه. وكنا دايما يعني احب اقضي وقت مع نانا عشان هي بتشجعني دايما على اللي انا بحب اعمله. اتعلمت منها، من ضمن الحاجات اللي اتعلمتها منها، ان انا اتحمل مسؤوليه جدا، ازاي بقى متفائلة جدا، كل حاجة عندها حل، يعني دايما بكرة احسن، مفيش مشكلة، على طول مفيش مشكلة، وعلى طول كل حاجة ممكن نحلها مع بعض، وممكن يبقى لها حل. ودور على الحتة الحلوة اللي في كل حاجة، حتى لو انا شايفة مشكلة كبيرة قوي، لا لا لا، بس اكيد ربنا عمل كده علشان في حتة حلوة من ورا الموضوع ده. دي اكتر حاجة طبعا تعلمتها منها، التفاؤل، حب الحياة، الاعتماد على النفس. مش قادرة اقول كمان ان انا قد كده ببقى فخورة بيها جدا لما بعرف حاجات عن شغلها. طبعا احنا تربينا كده وكبرنا باللي هي بتعمله في الشغل وبتعمله برا، ولما كبرت كمان الجمعيات الاهلية اللي اشتغلت فيها او دخلت فيها، فالحاجات دي كلها خلتنا كلنا فخورين جدا ان الست دي امي. مش عارفه اقول ايه اكتر من كده، اكتر من الست دي امي. في نهايه حديثي الحقيقه، اولا بشكر كل اللي شافوني، وارجو ان انا اكون كنت ضيفه خفيفه على كل، وبتمنى لبلدنا، ودي امنيه مش انا بس، امنيه كل مصري في مصر، ان بلدنا ترجع تاني لام الدنيا، ترجع تاني مصر اللي كل الدنيا وكل الاجانب كانوا يسعوا انهم يجوا. والحقيقه يعني حتى في المجال الرياضي، لما بقول السياحه الرياضيه، كانوا الناس بيجوا بمحبه وتعلموا لغتنا. عمرنا ما احنا كنا بننقل حضارتنا للعالم كله، العالم كله بيتعلم مننا، بيتكلم زينا. فارجو ان احنا كلنا نحط ايدنا في ايدين بعض، ونعرف ان المرحله الجايه عايزة ان احنا نتكاتف جميعا ونشتغل كلنا عشان نرجع مصر لوضعها الاصلي في بلاد العالم.